أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم أعظم التعازي وأحر المواساة للشعب العراقي عموما وإلى ذوي الشهداء خصوصا. أعتقد ما حدث من فعل جميع من قبل القوات التركية، أتمنى يجب الآية يتم السكوت عليه من قبل الدولة وجميع المسؤولين، وأتمنى إن شاء الله أن لا يمر مرور الكرام وأن نكتفي فقط بالاستنكارات والبيان. أتمنى يكون موقف حقيقي من الدولة وجميع المسؤولين اتجاه العدوان السابق على الانتهاك بسيادة البلد. أتمنى يكون فعل مواجه هذا. أما موضوع كان أمر محزن جدا وأمر ممتع جدا صراحة. فاجئت الخبر وما أعرف يعني ما أسوي صراحة يعني. اليوم الرياضة هل هي متداخلة في السياسة كابتن أحمد؟ الرياضة رسالة كاملة، رسالة تجمع الشعوب ما تفرق الشعوب. لكن اللي حدث عن نفسي، اولا كمواطن عراقي انتمي لهذا البلد واعيش على ارض هذا البلد، من المستحيل من اي شخص من اي طبقه رياضي اعلامي فنان ان يحصل ولو تجاوز بسيط على ارضه على بلده وعلى وطنه مثل ما كلف الامر. أنا يمكن إجازتي أنه أنا حاجز 15 ما قضيت منها إلا 6 أيام، بعد لي تقريبا 9 أيام أنا لازم أبقى في تركيا. لكن اللي هذا الخبر اللي شفته واللي صدمني صراحة ما قدرت أقدر أبقى دقيقة واحدة.